تتغدى بكام في اليوم في الساحل؟ اراوند 3-4 آلاف كده. اقل حاجه ليكي. لو عندك حته ارض ورثها اسمع مني ووعها، قبل ما تسافر الساحل الشرير لازم تكون واقع على كنز. الطاقه الواحده هتكلفك 4000 جنيه، طبعا عربيتك معاك وتكون احدث موديل، وتمنها ما يقلش عن 10 مليون جنيه، علشان لما تركنها ب 2000 جنيه تبقى مبلوعه. المايو بتاعك يكون من هدية غالب وما يقلش عن 15000 جنيه، وطبعا لازم تقعد في فيلا على البحر على الاقل ب 100 مليون جنيه. امال انت فاكر ايه؟ تعالوا نعرف الناس في الساحل الشرير بيعملوا ايه ونعيش معاهم الاجواء شويه. من فترة كلنا شفنا فيديو سايس على سنجة 10 بيستقبل ناس داخلين يركنوا عربيتهم، وقال لهم هقولك على التعليمات علشان ده سيزون وكده بشوية، وهي ان الركنة في الويك اند ب 2000 جنيه وفي الايام العادية ب 1000 جنيه، وطبعا كده هو عامل الواجب معاه وزيادة وهيركنوا ركنة ملوكي. البعض استغرب من سعر الركنة اللي اخرنا بنديها للسايس 10 جنيه وبنستغلاها كمان، لكن 2000 جنيه مش غالية على فكرة. ايوه، على واحد عنده عربية بنمر مميزة باسم ابنه، ولا ارقامها وشها حلو عليه واحدث موديل، واقل سعر ليها ب 10 مليون مثلا. فالموضوع نسبة وتناسب، ومش بيصرفوا فلوسهم في الهوا زي ما البعض معتقد، لا خالص، كل جنيه ليه سبب. عندك مثلا فيديو انتشر على التيك توك، واحد بيسأل الشباب الاندر ايدج علشان يتغدوا بيصرفوا كام. اقل واحد فيهم قال انه بيصرف 1500 في الطاقه الواحده، ده ازازه الميه لوحدها يا اخي ب 250 جنيه، ولو حبيت تاكل فريسك على البحر ب 100 جنيه للواحده، مش بقول لك اسعار وهميه. تخيل عيل بينزل من فيلته معاه على الاقل 5000 جنيه اللي هو مرتب شهر الموظف علشان يتغدى ويتفسح. وبمناسبه الكلام بقى عن الفلل، 5000 مش حاجه جنب فيلا ب 100 مليون على البحر وبحمام سباحه خاص، كله الا الخصوصيه طبعا. بتوع الساحل الشرير ليهم ستايل كده وطريقه كلام، مبدئيا كل كلامهم بالانجليزي وباكسنت معينه وطريقه ما نعرفهاش احنا بتوع الساحل الطيب، ولو اتكلموا عربي بيبقى مكسر. وطبعا لبسهم من افخم الماركات، ودايما الرجاله بتلبس القمصان الكتان المفتوح الابيض والشورت والسلسله، وكلهم في الفتنس ما يتوصوش. اما بقى البنات والستات فلبسهم كتير، اي حاجه قطعتين بتمشي، لكن في فئه منهم بتعز قوي مايوهات هاديه غالب اللي ب 15000. اما بقى هاديه خالد دي بتاعتنا احنا بتاعت الغلابه، طبعا مش هينفع يكونوا في الساحل الشرير وما يحضروش حفلات زي حفلات العالمين اللي التذكره بتوصل ل 150000 جنيه وبتبدا من 2000 جنيه، ورغم ان كل اللي بيحضروا الحفلات دي اولاد ذوات واغنياء قوي ومن طبقه اجتماعيه عاليه، الا انها بتكون مستويات برضو، يعني هتلاقي متاح اللي يقف على رجله طول الحفله واللي بيقعد على ترابيزات وكراسي في منتهى الشياكه، وانتريهات مريحه وكله بتمنه اكيد. وطبعا لازم دريس كود للحفله، ولو مفيش هتلاقي بالصدفه كله لابس نفس اللون والستايل كمان، الاغنياء دول عليهم تفاصيل. ده طبعا غير ان بيكون في حفلات كتير على البحر بشكل مباشر وبالنهار، واللي بيحييها رقصات كتير زي حوريه او بوسي، وكتير بيشارك في الحفلات دي عمر كمال وشاكوش وكمان حمو بيكا. ومش لازم تقف تتفرج، بتكون في البحر او في حمام السباحه وبتعوم عادي وهم بيغنوا ويرقصوا على المسرح. طلعنا احنا بعاد قوي وكحيانين جدا صح، بس قول لنا انت اغلى مصيف رحته كلفك كام، ومحتاج قد ايه على اللي معاك علشان تطلع طالعه من دول وتشرح قلبك كده. شاركونا برايكم في التعليقات.